نروح لجرمين اللي موجودة في مكان من الأماكن برضو الخاصة بالخروجات في العيد والمتنزهات اللي بيقبل عليها المواطنين والمناطق الأثرية والمتاحف. نروح للمتحف المصري ونتابع إقبال الزوار هناك في تاني أيام العيد مع زميلتنا جرمين إبراهيم. صباح الخير يا جرمين. صباح الخير يا أحمد، وصباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على مشاهدي، صباح الخير يا مصر في كل مكان، وكل سنة وكل المصريين بخير. زي ما قلت احنا موجودين النهاردة في واحد من أقدم المتاحف في الشرق الأوسط، واللي بيه طبعا مجموعة متنوعة وكبيرة من الآثار والكنوز المصرية. حبينا نكون موجودين النهاردة علشان نقول إنه مش بس الحدائق هي اللي بتكون يعني على خريطة خروجات وفسح المصريين في العيد، لكن كمان المناطق الأثرية والمتاحف. الحقيقة انه عدد كبير من المصريين بيبقى حريص ان هو يزور المتاحف والمناطق الأثرية خلال ايام العيد، وده اللي هنعرفه يمكن اكتر من خلال لقائنا مع ضيفتنا استاذة صباح عبد رازق، وهي مدير عام المتحف المصري. برحب بحضرتك، صباح الخير. يعني تأكد لنا معلومة انه فعلا المناطق الأثرية والمتاحف بتكون على يعني خريطة زيارات المصريين خلال ايام العيد؟ هي فعلا بيحرص المصريين والأسر المصرية على زيارة المتاحف والمناطق الأثرية. بنجد إقبال شديد خاصة من تاني يوم العيد، بيبتدي الناس إن هم يخرجوا وييجوا للمناطق الأثرية، يستمتعوا في أجازتهم برؤية المتاحف أو المناطق الأثرية. المتحف المصري كمان واحد من أهم المناطق اللي بيحرص الزائرين المصريين على إن هم يتوجهوا ليه للاستمتاع بالقطع المعروضة فيه. حسيتوا ده امبارح يمكن في اول ايام العيد كان في يعني اقبال اكتر من المصريين؟ هو في الاجازات عامه بيكون في اقبال من المصريين، يمكن اول يوم العيد بيكون العدد قليل شويه، لكن بيزيد مع اجازه العيد ان شاء الله بنلاحظ اقبال كبير من الزائرين. بيبقى في استعدادات مختلفة لاستقبال العيد؟ احنا عارفينه طول الوقت وطول ايام السنة بيبقى في اقبال كبير جدا من المواطنين، لكن هل العيد بيكون ليه استعدادات مختلفة مع زيادة اعداد المصريين اللي بيزوروا المتحف؟ احنا فعلا مع زيادة اعداد المصريين بنرتب زيارات وجولات ارشادية مجانية من خلال اصدقاء المتحف المصري، وهم طلبة كليات الاثار والاداب اقسام التاريخ وكليات السياحة والفنادق قسم ارشاد سياحي، بتلقوا تدريب في المتحف المصري وبيقوموا بالشرح واصطحاب الزائرين المصريين وشرح القطع الهامة الموجودة ليهم في المتحف. الزيارات ديت بتكون موجودة طول أجازة الصيف، وأيضا بتكون موجودة في أجازة نصف العام. احنا عارفين دايما انه المتحف المصري بيكون فيه يعني قطع بيتم اضافتها بشكل مستمر وتطويرات بشكل مستمر، ويمكن كلنا اكيد زرنا المتحف المصري، بس عايزين نقول للناس اللي لسه ما زارتهوش او زارته من فترة، ايه الجديد والمختلف في المتحف خلال الفترة دي؟ الجديد هو تطوير العرض. اول ما ندخل من مدخل المتحف الرئيسي هنلاحظ ان في تطوير في عرض القطع الاثريه، عمل تثبيت للقطع الاثريه بشكل جديد بشكل علمي وفق احدث نظم تطوير العرض المتحفي في العالم. العرض كمان في عصر الدوله القديمه برضو في تطوير العرض، جمعنا تمثال خوف وتمثال خفرع تماثيل الملك من كورع كلها في قاعه واحده، فدوت شاهد برضو استحسان ورؤيه الزائرين لأول مرة ان بيشوفوا بنية الأهرامات الثلاثة في الجيزة مع بعض في قاعة واحدة، ديت بتبقى حاجة جميلة جدا. كمان في تطوير العرض في باقي قاعات المتحف، في عندنا في قاعة آثار تانيس ديت برضو تم تطوير العرض فيها، وإن شاء الله هيتم الافتتاح قريبا. المتحف ككل في رجعنا الأصل وقت افتتاحه بالألوان الأساسية ليه، الزخارف الموجودة في الحوائط، كل دوت بيكون في موجود في المتحف وبيلاقي اقبال من الزائرين. ما ينفعش اكون موجوده مع حضرتك وما اسالكيش عن عمليه نقل اللي حصلت يمكن امبارح للمقصوره الخاصه بالملك توت عنخ امون للمتحف المصري الكبير، وقد ايه كانت العمليه دي معقده لكن كانت ناجحه في نفس الوقت؟ هي فعلا نقل المقصورة الكبرى أو المقصورة الأولى للملك توت عنخ آمون استغرقت عدة شهور للإعداد للنقل، قام بها المرممين المتحف المصري مع مرممين المتحف الكبير. بعد الانتهاء من الترميم وتثبيت القطع الأثرية ودراستها، مش بس الترميم أيضا دراسة كيفية النقل وكيفية الفك، تم فكها وتم نقلها على يومين تقريبا. الحمد لله تم نقل كمان باقي المقاصير، تم نقلها من قبل، فبكده القطع الكبيرة في توت عنخ آمون تم نقلها فعلا للمتحف المصري الكبير. أخيرا يعني لو نوجه نصايح للمصريين اللي هيزوروا المتحف خلال أيام العيد عشان يقدروا يستمتعوا بالزيارة، نقدر نقول لهم إيه؟
المتحف مفتوح من الساعة 9 صباحا لحد 5 مساء. جمعية أصدقاء المتحف بيكونوا متواجدين طول فترة عمل بالمتحف، هيلاقوا أول ما يدخلوا المتحف هيلاقوا أصدقاء المتحف اللي هم يقدروا يصحبوهم في جولات إرشادية مجانية داخل المتحف المصري لكي يستمتعوا بالقطع الأثرية الهامة المعروضة، وأيضا تكون جولتهم مفيدة لهم إن شاء الله. شكرك جدا على وجودك معنا وكل التفاصيل دي. يعني أحمد وجمانة، خلينا نوجه هنا من قلب المتحف المصري دعوة مفتوحة لكل المصريين لزيارة المتحف، وإن هم يشوفوا التطوير اللي بيحصل بشكل مستمر. يمكن كلنا أكيد كان لينا على الأقل زيارة لو ما كانتش أكتر للمتحف المصري، لكن لازم نفضل نزوره بشكل مستمر لأنه طول الوقت بيكون في تطويرات، ويعني قطع أثرية بيتم اضافتها للمتحف، فكمان المتحف مفتوح لاستقبالهم طوال ايام العيد. برجع لكم مره تانية في الاستوديو. صحيح يا جرمين، وبضم صوتي مع صوتك لان ده تراثنا وده تاريخنا اللي لازم نتعرف عليه ونبقى عارفين قصص قدماء المصريين.